في طهران ما كانوا يعرفوا إنه أنت مثلا كنت مجاهد سابق؟ من؟ بطهران ما عرفوا إنه أنت كنت من الحكومة المجاهدين؟ يعني، إيه؟ الحكومة لا ما يعرف طب أحد. سؤال، أنت كيف بأي باسبور بأي وثيقة بتنتقل وبأي حجة لما توصل على دولة بأي حجة يعني؟ كان عندي جواز جزائري وجواز مغربي، دخلت في الأول للعراق بجواز جزائري. ومرتك تزوجت بأي هوية؟ بأي يعني جواز؟ مغربي؟ الجواز المغربي هو جوازك اللي عليه اسمك الحقيقي؟ لا مزور الجواز، جواز الحقيقي هذا ضاع في 2000، ضاع في أفغانستان بعد سوريا قلت لي انتقلت إلى طهران بأي جواز؟ بجواز مغربي. مغربي. وبسوريا بأي جواز مكثت؟ كنت في جواز جزائري، جزائري. دخلت لسوريا من العراق إلى سوريا بجواز جزائري، لما طلعت من سوريا إلى العراق دخلت بجواز مغربي، غيرت الجواز ودخلت بجواز مغربي. رديت مرة أخرى، سافرت عن طريق المهربين مرة أخرى مع عائلتك؟ مع عائلتي في السيارة، كيف إلى منطقة كويتا، من كويتا إلى زاهدان مرة أخرى نفس الطريق، من زاهدان إلى طهران أخذت طيارة، حجزت من المطار أخذت طائرة نزلت إلى طهران، حجزت من إيران إلى تونس من طهران. وبأي باسبور؟ شو الباسبور اللي استخدمته؟ جواز مغربي، طلعوا لك جواز جواز مغربي؟ ليبي قصدي، جواز ليبي، جواز ليبي. مين طلع جواز لك ليبي. إياه؟ كان معنا شخص ليبي موجود في وزيرستان قتل وترك جوازه في الأمانات، استأذنت المسؤولين فأخذت الجواز وزورناه وضعت فيه الصورة. وعائلتك؟ عائلتي بجواز مغربي، كيف طلعت لهم إياه؟ هاي موجودين جوازات، جوازات في وزيرستان عند القاعدة، الأمانات موجودين ويشتروا جوازات من تركيا في سوق في اسطنبول، يشتروا ويدسوا إلى أفغانستان، يزوروا في أفغانستان أو تجي إلى تركيا تزور في تركيا، $50 يزوروا لك الجواز. مافيا. عادي بيبعتوا لك جوازات بتزوروا وبتمشوا عادي يعني؟ هو دفتر بتعبيه وخلص؟ دفتر بتعبيه وبتحط الصورة وبتتوكل وتمر على المطار وعلى الحدود وعلى البوابات وعلى أي بوابة تشك فيها، حط فيها $50 ومدلوا الجواز. أي بوابة وين يعني؟ أي نقطة حدودية تبي تختم فيها، في مطار، في بوابات سوريا، في العراق، في تركيا، في تونس، $50 جوازك، $50 في الجيب، تفضل. هذه هي أمتنا وهذه هي دولنا العربية. دخلت إلى تونس، نزلت في المطار قرطاج، وقتها ثورة في تونس خلاص مفيش يعني ديك الدقة والتدقيق وكذا، فتحت نظر إلى الصورة، نظر إلي قال لي وين شعرك؟ أنا أصلع والصورة فيها شعر. شو قلت له؟ قلت له معمر القذافي ما خلى لنا شعر. ضحك. تفضل.